هذه الطائرة الحربية الأمريكية هبطت عام 1960 ميلادي بسبب عدم حملها التصاريح قادمة من مصر. طبعا الطيار الأمريكي كان في رحلة استكشافية وكان معه زوجته وأطفاله وتم الاعتناء بهم لحسب ما هو مكتوب. هذه أجزاء الطائرة. المكان هذا اسمه راس الشيخ حميد. احنا في راس الشيخ حميد واللي أمامنا هذه قريبة جدا جزيرة تيران واليسار صنافير. هذه كنا نسمع عنها واليوم شفناها. طبعا منطقة راس الشيخ حميد ما فيها أحد، فقط شاطي ومركز لسلاح الحدود والقوارب الصيد فقط، ما فيها أي شيء. المنطقة عادة شديدة الرياح ومكان مميز لصيد الأسماك. Is that too, huh? Is that too, huh?